مساء الخير لكل متابعي برنامج الكرة والجماهير في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة مثيرة جدا ومميزة جدا، وعندنا كتير من الأخبار هنعرفها مع حضراتكم مع ضيفنا الجميل الكابتن أسامة علي، لاعب نادي سموحة والأولمبي السابق. أهلا بك يا كابتن أسامة، منورنا برنامج الكرة والجماهير. ربنا يخليك، أنا سعيد اللي موجود مع حضرتك النهاردة. ربنا يخليك يا كابتن أسامة. عندنا النهاردة حلقة مثيرة وأخبار كتير جدا 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 طبعا. لا صوت يعلو فوق هزيمة النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز للمرة الثالثة هذا الموسم. يتعرض النادي الأهلي لهزيمة قاسية من نادي بيراميدز وخروجه من دور الستاشر في بطولة كأس مصر. ودي على فكرة يا كابتن أسامة منذ 46 عام لم يتعرض النادي الأهلي لهذا الموقف، أنه يخسر من فريق في موسم واحد ثلاث مباريات، عندما فعلها نادي الاتحاد السكندري موسم 72-73. فأحب طبعا أسمع ونعرف تقييمك النهاردة لمباراة الأهلي وبيراميدز. ده هو النهاردة أولا، بس قبل أي شيء بننعي بس الكابتن جبريل أبو الوفا حارس مرمى نادي الاتحاد ونادي الكروم السابق والأهل وزوي الصبر والسلوان، ربنا يصبر. طبعا ده أب كبير لينا وأب وأخ كبير وعلامة يعني من علامات اسكندرية، أكيد طبعا لازم ننعي البقاء لله وربنا يصبر أهله يا رب. الله يخليك. نبدأ بقى بموضوع الأهلي. الأهلي هو مش من السنة دي بس أو مش النهاردة بس، الأهلي بقاله يمكن موسم أو موسمين كانت عقدته الأسيوطي أو بيراميدز. ثلاث هزايم يعني صعبة، دي الرابعة مش لو هتحسبها. أنا بتكلم في موسم، هي الرابعة بس دي في الموسم ده ثلاثة. فهو النهاردة اللي أنا شايفه عدم راية المباراة من مدرب لازارتي. لازارتي يعني أنت شايف بتحمل هزيمة النادي الأهلي النهاردة للمدير الفني لازارتي؟ طبعا. أولا بص يا كابتن أحمد، لازارتي النهاردة عمل تغيير واحد، يعني أنا بتفرج على المباراة مع أصدقاء ليا، قلت لهم الشوط الأولاني كان كله بيتلعب على بكار طويلة. على رجب بكار طويلة وعلى محمد حمدي. ليه؟ لأن كان صالح جمعة بيستلم الكرة أو السلية بيرمي في ظهر الناس دي. ليه؟ لأن ما كانش عندك عبده لمالا دوت اللي هو اللعيب الافريقي، ما كانش بيرجع يدافع مع مين؟ مع بكار، مع رجب بكار. فكان بيتضرب الخط كله. لما رجع المدرب دي صبر الشوط الثاني، صبر اللي هو المدير الفني لبيراميدز، عمل ايه؟ ودي النقطه ديت انا اتكلمت مع الناس اللي كانوا معايا، قلت لهم اللي هينزل عمر جابر عشان عمر يلعب في نص الملعب ويساعد رجب، منها يقفل نص الملعب تمام. ومنها ان هو يرجع يساعد رجب بكار اللي حرر عبده لمالا دوت خلاه. يعني 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 انت شايف تحليل حضرتك يا كابتن اسامه ان كان الاهلي ممكن يستغل الثغره في الباك اليمين لنادي بيراميدز في الشوط الاول، الشوط الاولاني اهلي ضيع اهداف مكسب كتير في الشوط الاول تمام. النقطه الثانيه بقى اللي لازارتي عطاه المباراه لدي صبر في ايديه أيوة. كده وقال له اتفضل. ده في الشوط الثاني بقى طلوع حمدي فتحي من المباراه، خروج حمدي فتحي اثر على اداء النادي الاهلي طبعا. يعني انت شايف وجهه نظرك ان حمدي فتحي يا كابتن هو الديفندر الصريح الوحيد اللي في نص ملعب النادي الاهلي تمام. السوليه شغله كله بيعتمد على قدام، بيسيب حمدي فتحي وبيطلع هو قدام تمام. انت طلعت حمدي فتحي ونزلت مجدي قفشه مظبوط، وانت عندك رمضان صبحي ما بيرجعش، حسين الشحات ما بيرجعش، عندك سلية طلع قدام، نزلت مجدي قفشه مش ما بيلعبش مع زمايله دول، ده اول ماتش ليه لسه اول مباراه، والطبيعي ان هو هيبقى بالمستوى ده. احنا جانا دلوقتي يا كابتن اسامه بعد اذن حضرتك نقلا عن موقع الفجر وسوبر كوره، اجتماع طارئ لمجلس اداره النادي الاهلي لتحديد مصير المدير الفني لازارتي. وجهه نظرك في لا الكلام هو لازارتي طبعا اخدين قرار بمشايانه، هما كانوا مستنيين ماتش السوق بس الاهلي الكاس. اداره الاهلي ما عودوناش على كده يعني لا, لا 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 هو من ساعه يا كابتن ماتش الخمسة صفر بتاع سان داونز والاهلي في انهيار تمام. وخروج من بطوله افريقيا وخروج من ماتش الترجي
وخروج من الماتش الثاني بتاع البطوله العربيه. والمباريات اللي هي يعني اللي بنقول بقى بلغه يعني الكوره اللي هي المباريات الثقيله في الكوره، لاسارتي ما قدرش يثبت نفسه او يقدم اوراد واوراق اعتماده لجماهير النادي الاهلي، ما قدرش يستحوذ على حب مع انه خد كل الدعم من جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي مر بهزيمه في افريقيا 5، ودي هزيمه ثقيله، مش الاهلي لم يتعود على هذه يعني الخساره، ولكن جمهور الاهلي واداره الاهلي صبروا على الراجل. فعلا هو قدر ياخد بطوله الدوري ويحصل على بطوله الدوري، هو قال كده في المؤتمر الصحفي بيسالوه عن خساره مباراه بيراميدز النهارده في الكاس، فرد فعله بيقول له انا خدت الدوري. لا، طموح المدير الفني للنادي الاهلي مش بطوله الدوري. لا هي كابتن، بص النادي الاهلي معلش جماهيره كبيره زي جماهير نادي الزمالك بالظبط، تمام، ما بيرضهمش اي حاجه، لازم بطوله واثنين وثلاثه، ده لا يعني صعب. أنا أقصد أقول لك إن أنت ترضي غرورهم. لا، ما أنا بقصد أقول لك إن الراجل ده الأهلي صبر عليه كتير. أه، هو حصل على بطولة الدوري بس كان عنده إخفاقات في أفريقيا، النهارده في كأس مصر. في بقى أكبر من كده اللي هو أداء النادي الأهلي. الأهلي ما بيعتمدش على اللعب الطويل من تحت لقدام، الكرة الطويلة أو على الجناب، الكرة اللي من تحت بتطلع على الجناب سواء رمضان صبحي أو حسين الشحات، ده بقى سمة النادي الأهلي. طيب ما هو الأهلي ما تعودش على اللعب ده، الأهلي دايما بيلعب من لمسة ولعبة، لمسة ولعبة، بيقدر يستحوذ ويجمع. عشان ما عندكش يا كابتن، بنتكلم عندي نص ملعب، يبقى عندي لعيبة تقدر تنقلني من تحت لفوق. طب وأنت هتلاقي مزبوط. أحسن في عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، إيه عندك ظاهرين ما شاء الله، محمد هاني، علي اسلوب معلوم. لعب لازارتي هو اللي فرضه بقى يعني على لعيبته كابتن. ايوه يعني انت متفق معايا ان انا معايا الادوات، يعني عندي انا كمدير فني معايا ادوات وادوات على اعلى مستوى، مظبوط، طب اوظفها كويس. ما هو التوظيف دوت بقى ترجع للمدرب. انا كمدرب تغيير واحد ممكن اعمله في ماتش اقلب على نفسي الدنيا، بيغير سير المباراه. ما هو ده اللي حصل النهارده، حمدي فتحي طلوعه ده انت فضيت نص الملعب، تمام، ما بالك بقى كمان الطرد بتاع ايمن اشرف، فدوت فتح لي الملعب كله. فانت الميزه النهارده اللي عند صبر عنده لعيبه جرايه، يعني زي ايريك تراوري، اللعيب الاوغندي ده، عبده لامالا، سرعات غير طبعا. انك انت كان بيطلع لك من الجنب الثاني، كان بيطلع عبد الله السعيد معاه، محمد حمدي بيجي له من تحت، عندك دونجا كان مقفل نص ملعبه. تمام. النهارده اللي خلى دي صبر يفرق في الملعب نص الملعب بتاعه، عنده مين؟ عنده دونجا مقفل نص الملعب، ومحمد فتحي لما اثر الشوط الاولاني كان طالع من الملعب وكان منزل عمر جابر اللي هو كان رمانة الميزان، وهو إضافة. كلمه السر، عمل اضافه لبيراميدز، بالاضافه كمان لعبد الله السعيد كان فايق قوي النهارده. طب ايه تفسيرك يعني عبد الله السعيد ان احنا ما شفناه في مباراه المنتخب كان مستواه متواضع جدا، في مباراة الأهلي تحديدا بنلاقي عبد الله السعيد ما شاء الله يعني كل الناس بتشيد بأدائه. هو بيشتغل على العامل النفسي بس، العامل النفسي، والعامل النفسي عارف ان اللعيبه قدام منه قلقان، ولا بيقول الأهلي انا لسه موجود. لا، وهو النهارده اثبت النهارده اثبت الكلام ده. فعبد الله السعيد لاعب كويس ولاعب مهم لمنتخب مصر، وطبعا الف مبروك لنادي بيراميدز صعوده لدور الثمانية في بطولة كأس مصر، وكل التوفيق لنادي بيراميدز في انهاء البطوله بشكل مميز. ده بيسعدنا كابتن اسامه ان احنا طبعا عايزين نغير نغمه بقى، يا اهلي يا زمالك. انا ببقى برضو يا ممكن بيبقى عندي انتماء سواء بقى اهلي او زمالك، ولكن هي الرياضه لازم فيها المكسب والخساره، واحنا عايزين نشوف دماء جديده بقى وفرق جديده بتقدر تاخد الكاس، وده فرقه هنا تاخد الدوري. والله يا كابتن احنا بنتمنى الكلام ده، مش كل حاجه اهلي وزمالك بقى. احنا في للاسف خياره فقوس في الكره في مصر هنا. لا، ما هو في اخطاء كتير، احنا لو قعدنا نتكلم على الاخطاء هنلاقي اخطاء. فلازم يكون في فرق. طلع احنا كنا مبسوطين لما طلع حرس الحدود من كام سنه، لما طلع انبي، لما طلع الاتحاد. استاذنك يا كابتن اسامه. الو الو. ايوه كابتن احمد. ايوه يا ابو كباتن، ازي الصحه؟ اللي هو ابراهيم بيه القصاص، نائب كفر الشيخ، الحمول وبيله. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا كابتن احمد. منور يا كابتن ابراهيم، ومشرف البرنامج والله. نورك يا فندم، واسره البرنامج تحياتي ليها كلها يا فندم، وتحياتي لحضرتك والرياضيين كلهم وكل الناس الرياضيين وجميع الفرق المصريه وجميع مراكز الشباب بقى، عايزين نقول مراكز الشباب ايضا. ده دور حضرتك بقى عندنا في كفر الشيخ يا ابراهيم بيه.
الله يخلي حضرتك يا كابتن. واحنا انا عارف ان حضرتك قايم بدور كويس جدا، كان في دوره نهائي دوره لحزب حماه الوطن في قريه التمانين مركز الحمول بحضور حضرتك والسيد المحافظ والسيد وكيل الوزاره، حاجه تشرف وحاجه تساعد ان الشباب بيمارسوا رياضه، وده اللي احنا بنتمناه من النائب ان هو بيختلط بالمجتمع ويقدر ينفذ حاجه كويسه على ارض الواقع. والله يا فندم هي كانت دوره فيها اكثر من 30 مركز شباب. تمام. على مستوى اداره الحمول واداره بيله. أيوة. والحقيقه استمرت اكثر من شهر ونص، وكان النهائي الحقيقه كان نهائي مشرف، حضره السيد محافظ كفر الشيخ. الراجل ده الحقيقه احنا بنكن له كل احترام وكل تقدير، لانه بيرعى الرياضه وبيرعى الشباب وبينمي الروح الرياضيه لدى الشباب ولدى مراكز الشباب وجميع الدورات الرياضيه سيادته بيرعاها. والحقيقه يعني متبني ناديي، نادي بيه للرياضي لانه صعد لدوري بيه ممتاز به، ونادي كفر الشيخ، ونادي كفر الشيخ ممتاز به. والحقيقه دول فرقتين على ارض كفر الشيخ، وان شاء الله نتمنى ان يكون منهم فرقه في الدوري القادم في دوري الممتاز الف. ده تمنياتنا ان شاء الله، ده بمجهودات حضرتك موجود هيبقى فيه فريق او اثنين ان شاء الله نتمنى لهم للتنين. ده بمجهودات حضرتك ان شاء الله يا كابتن ابراهيم ان نادي بيلا او نادي كفر الشيخ يتم صعودهم، وكل الدعم من حضرتك ومن السيد المحافظ ومن السيد وكيل الوزاره ان ننهض بفريق، يكون عندنا فريق في المحافظه يمثلنا في الدوري الممتاز ان شاء الله. كابتن احمد انا عاوز اقول لحضرتك ان كفر الشيخ يعني مفرخة للاعيبة الكبار فعلا والمحترمين فعلا بجد اللي فعلا هم اصلا عندهم الروح القتالية، تمام، روح فانيلة المنتخب القومي، امثال حسام غالي، امثال الشناوي، كابتن الشناوي. أيوة. الحقيقة وزكريا ناصف وطارق يحيى، تمام، الناس الحقيقة اولاد كفر الشيخ، والكابتن بتاعنا ما ننساش ابن كفر الشيخ برضه اللي هو تريزيجيه. حضرتك دول كلهم ولاد كفر الشيخ. تمام صح. احنا الحقيقه يعني مفرخه للعيبه الكبار اصحاب الوطنيه. انا عايز اقول لحضرتك الاهتمام بالنشء وبمراكز الشباب ده هيفرخ لنا لعيبه كبار لديهم الحس الوطني للعبه ولديهم الدفاع عن فانيله المنتخب القومي وعن عرين مصر، لان دي بعتبرها لما مصر بتلعب كانه يعني قوات بتدافع عن ارضها، يعني كانه منتخب او بالمعنى الاصح المنتخب قوه عسكريه كبرى بتدافع عن ارض الوطن وعن سمعه الوطن. المفروض يبقى اللاعب حاسس بكده، واذا اللاعب ما حسش بكده ما ينزلش ارض الملعب وما يشرفوه ما يشرفش ان هو يمثل المنتخب. انا بأيد صوتي لصوت حضرتك يا كابتن ابراهيم، وحضرتك بقى ده انت كده بقى ده ندخلك اتحاد الكوره بقى يا كابتن ابراهيم الدوره الجايه، ايه رايك؟ والله حضرتك يعني الاتحاد فيه رجال عظام، لكن في نفس الوقت برضه لابد من تصحيح الاوضاع ان شاء الله، ولابد ان فيه يبقى في وقفه مع النفس كده، والتغيير دايما هو سنه الحياه. طبعا التغيير هو سنه الحياه، وفي نفس الوقت كون ان اعضاء الاتحاد تقدموا باستقالتهم عقب الخساره في بطوله الامم في بطوله الامم الافريقيه دي، حضرتك برضو في حد ذاتها يعني هم بيصححوا نفسهم، ونتمنى من الله ان يكون في الاتحاد رجال عظام على قدر المسؤوليه وعلى قدر مصر. مصر غالية، مصر عزيزة علينا كلنا، لابد ان احنا نكون خلف اسم مصر وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي الحقيقة كل يوم بنشوف له مشروعات عملاقة على ارض الواقع، اللي انا بعيب على الاعلان فيها انه ما بيقولش هذه المشروعات العملاقة للناس. انا مش عايز الاعلان بس اللي يقول، انا عايز زيارات ميدانية لهذه المشروعات. الحقيقة الراجل بينمي كافة جوانب مصر كلها
بيبني مصر الحديثة، وإن شاء الله إن شاء الله الشعب خلفه بمشيئة الله. إن شاء الله كل التوفيق لشعب مصر. وبنشكر حضرتك على المداخلة الجميلة السيد اللواء إبراهيم القصاص نائب الحمول وبيلة بمحافظة كفر الشيخ. شكرا لحضرتك وكل التوفيق لحضرتك إن شاء الله في القادم. شكرا لأسرة البرنامج وشكرا لجميع العاملين في الحقل الرياضي، ونتمنى لمنتخب مصر الريادة والتوفيق في المستقبل القريب ان شاء الله. ان شاء الله ابراهيم بيه، ان شاء الله. اتفضل يا فندم. مداخلة جميلة من سيادة النائب ذو الحس الوطني السيد اللواء إبراهيم القصاص، عامل شغل كويس قوي يا كابتن أسامة عندنا في حزب حماة الوطن. أكيد طبعا. دورات رياضية على أعلى مستوى بيجمع الشباب، كان عامل دورة فيها أكثر من 30 مركز شباب عندنا في مركز الحمول في كفر الشيخ، وكان فيها سيادة المحافظ والسيد وكيل الوزارة. ده برضو حاجة كويسة بالنسبة للرياضة المصرية. هدف طبعا، الهدف ان هو يشوف شباب طالعين على ال يعني لما بيبقى فيه اهتمام للرياضيين والتاني ده برضو بيدي الدافع للشباب عشان يبعد عن الحاجات التانية المسيئة. نرجع بقى لأخبارنا المثيرة النهاردة، ندخل بقى لحبايبنا كل محبي يعني محبي وعشاق الرياضة، لأن هم طبعا أغلى حاجة عندهم النهاردة الكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح يا كابتن أسامة بيعتبر يعني أغلى لاعب بالدوري الإنجليزي بعد وصول راتبه إلى 430 ألف استرليني في الأسبوع. ما شاء الله. خمسة وخميسة والله أكبر، نمسك الخشب يعني زي ما بقول. ويستاهل بصراحة. ودي حاجة شرف لكل شرف للرياضة المصرية كلها. ويستاهل برضو يا كابتن محمد صلاح بقى دلوقتي معلش مثل أعلى لكل الشباب. طبعا حاجة يعني كويسة وحاجة تفرح. وبعدين بجد. كمان الراجل خير جدا 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 يعني في طنطا في بلده الراجل ده عامل خير. ما شاء الله. يعني حتى لدرجة ان معهد الاورام اللي اتضرب في الاسبوع اللي فات الراجل طلع 3 مليون دولار من جيبه الخاص. هو دايما سباق بالخير يعني. ومش سايب ابناء بلده والكلام ده كله بتوع طنطا، فالراجل يعني بيعمل خير فيستاهل. هو كلاعب كورة معلش يعني محمد صلاح ما بقاش بتاعنا كابتن احمد. ايوه مبقاش بتاع مصر. أيوه. محمد صلاح بقى راجل دلوقتي محترف من اللعيبه العالميين المصنفين عالميا، ولكن يمثل مصر. هو مصر. بيمثل مصر يشرفنا طبعا. أيوة طبعا. بس ما قفلهوش على الواحده بقى على التصرف، على ان هو لا هو اكثر النهارده على فكرة اتصور ده. مع فلانة النهارده مش عارف قال كلمه لا ايه لا هو ملتزم جدا إيه. والدليل ان هو الحمد لله ربنا بيكرمه بيحقق نجاحات كل وبيحقق. فتره طبعا النهارده فازوا فوز ليفربول خطف فوز بشق الانفس 2-1 كانت مباراة عصيبة يعني. كان ساديو ماني وكان فيرمينيو احرزوا الاهداف هدفين بعد طبعا انا عارف وحاسس بجمهور النادي الاهلي، مش هنتكلم عن النادي الاهلي كتير. الاهلي لسه بطل الدوري العام بعد فوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء، والرياضة مكسب وخسارة. فاحنا بنقول لجمهور النادي الاهلي المحبة لجمهور النادي الاهلي ولكيان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي هارد لك، وان شاء الله تبقى بدايه موسم جديد. واحنا عندنا ثقه في مجلس اداره النادي الاهلي انه هيقعد وهم في اجتماع طارئ الان هيرتبوا اوراقهم ويقدروا يعملوا كل ما هو جديد وكل ما هو نافع للنادي الاهلي. نروح لقطب الرياضه، مش هقول التاني عشان الزملكاوي ما يزعلوش، ممكن الثاني او الاول انا مش هقوله يعني. وقطب احد قطبي الرياضه المصريه نادي الزمالك بنبارك له لانه على مباراته الافريقيه بدايه قويه بيكتسح ديكا ذاها الصومالي بسباعيه نتيجه كبيره جدا قوي يعني 7-0. طبعا سمعت انت تعليق المدير الفني للفريق المتواضع بيقول لك ان في فرصه للتعويض لا يعني انا شايف ان الموضوع حسم يعني. اولا كمان الماتش ده كان نتيجه عاليه قوي 7-0 موضوع منتهي. بس يعني. كابتن احمد بالنسبه لموضوع الزمالك مرح ماتش امبارح او اول امبارح كان الفرقه اول امس الفرقه بتاعت الزمالك يعني ده مكسب معنوي تمام اولا طبعاً. انت احنا كلنا عارفين مستوى ضعف الفريق اللي بيلعب المنافس حتى المستوى وضع جدا ومستوى جداً. الفريق اللي الاهلي كسبه برضه نفس الوضع نفس الكلام فاهمني ازاي بس ده الميزه انت عارف معلومه ليك يا كابتن اسامه ده الناس دي معهاش فلوس الاقامه
هم هيلعبوا المباراتين في مصر. اتكلموا يعني في النقطه دي يا كابتن احمد، حته ان الزمالك ان هو يوفر لهم الملابس والمعسكر والكلام ده كله، حتى البث المباراه. ايوه فالزمالك فعلا المستشار مرتضى منصور رحب بالموضوع، وان هو قسم معاهم موضوع البث الفضائي بتاع والشاره، والراجل يعني ما قصرش معاهم. احنا بقى نتكلموا في الشغل الفنيات بقى ككوره. هو المباراة ما فيهاش فنيات كتير، ولكن فيها مكاسب لنادي الزمالك. فيها كتير، فيها مكاسب. هي مكاسب وفنيات. اولا انا النهارده، انا معلش ده بداية موسم، تمام، اللعيبه اللي جايه لي دي كلها كانت مريحه لما انا العب ماتش، وبالعكس كمان ده انا عندي كل اللعيبه اللي كانت لعبت امبارح دي، اللعيبه دي مش يعتبر يعني 60% او 70% منهم مش اساسيين. يعني انا عندي، انت كان عندك الصفقات الجديده في اربع او خمس لعيبه من الصفقات الجديده عندي. بص عندي دلوقتي راجع ونجم هيلعب اساسي، تمام، راجع طارق حامد هيلعب اساسي، فرجاني ساسي هيلعب اساسي، عندي محمود علاء هيلعب اساسي، مظبوط، عندي عبد الله جمعه لا في وفرة هيلعب في وفرة. انا بتكلم في النقط دي عندك. بس اجمل ما في الموضوع بقى كابتن اسامه، اختارت الصفحه الرسميه لنادي الزمالك يعني معشوق جماهير نادي الزمالك كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، افضل لاعب في المباراه، افضل لاعب في المباراه، مظبوط. وغير كده كمان هم الزملكاويه حاسين بسعاده، يعني مثلا اشرف بن شرق لعيب كويس جدا واحرز هدفين، ولكن جمهور الزمالك بيحب بيعشق حاجه اسمها شيكابالا. وشيكابالا طبعا كابتن ده الفاكهه بتاعت مصر، فاكهه مصر، فاكهه مصر، فاكهه الزمالك طبعا. احنا نتمنى بقى يعني ان يعني الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا يبقى هو بنفسه شايف الحب ده وشايف عشق الجمهور لادائه في الملعب. طب انت فين بقى يعني، ادي للناس دي حاجه عشان حتى يفتكروك بيها. انت خلاص بتفنش وانا بفنش، اسيب ذكرى للجمهور. كابتن احمد شيكابالا امبارح ضرب مثل في حب زملائه طبعا وقيادته، بقى قيمه بقى يعني وخلاص. يعني اثناء ضربه الجزاء، اثناء ضربه الجزاء كل اللعيبه مستنيه مين اللي هيشوط، اخذ الكوره وراح طالب بن شرقي وقال له شوط. ما هي دي قيمه، تمام، قيمه اللاعب الكبير بقى كابتن محمد، ده كابتن مسام، حب الناس يا كابتن. ايوه حب لعيبه، اللعيبه بتحب بعض، فدي حاجه تانية، حاجه تفرق يعني في الملعب بكتير طبعا. انك انت لما يبقى معاك زميلك جنب منك بيحبك، هتلاقيه عايز يخدمك، عايز يديك كوره، عايز يوديك للجون، تمام. اللعيبه بتحب بعض وده اللي فارق في. عندنا برضو خبر، هنروح يعني نسيب نادي الزمالك شويه كده دقيقه. كابتن محمد عصام الغندور حارس النادي الاهلي تم فسخ عقده وانضم بشكل رسمي للانتاج الحربي لمده 5 مواسم. ايه رايك في اداء الحارس محمد عصام؟ ده لاعب ناشئ؟ لا ما مش متصعد بقى للفريق الاول، مش متابعه بصراحه، مش متابع اداء. هو لعيب كويس وان شاء الله ربنا يوفقه في الانتاج الحربي. هو مضى اول امس او امس 5 مواسم، فكل التوفيق للاعب محمد. هو لسه كابتن مختار متواجد معاهم الموسم ده؟ مش، ما عنديش فكره بالظبط يعني، هل الكابتن مختار هيجدد هيكمل لسه؟ مش عارف يعني. نروح تاني لنادي الزمالك وازمه، انا ومفيش ازمه، هم اللي يعني الاداره هي اللي حاطه نفسها في الازمه. تعيين جهاز فني، ايه المشكله؟ تضاربت الاقوال، الزمالك يعلن تعيين ميتشو مديرا فنيا للزمالك، ومعه الكابتن طارق يحيى مدير عام، والكابتن ايمن عبد العزيز منسق عام. تعليقك ايه يا كابتن، خصوصا ان هناك اخبار اخرى في نفس الموضوع؟ مفيش يا كابتن، ان ميتشو لم يتعاقد حتى الان مع نادي الزمالك. ميتشو هقول لحضرتك على حاجه، الراجل عنده والدته عندها سرطان الثدي، تمام، وعامله عمليه، فالراجل طلع من جنوب افريقيا بعد منها. ايوه قال يا جماعه انا مش هقدر اجي مصر دلوقتي عشان خاطر اعمل التعاقد، انا رايح على صربيا عشان خاطر اشوف والدتي فيها كذا كذا كذا، تمام. طبعا احنا الاعلام عندنا في اقاويل كتير، لا مش اقاويل يعني، بنعمله حاجات لصالح ناس على حساب ناس. أيوة. وطبعا احنا عارفين المشاكل بتاعه المواقع كلها. أيوة. اللي ضد مرتضى منصور، فكلهم بيخبطوا فيه عشان خاطر يستفزوه، يطلع يقول يبقى ما فيش كده يعني. طب حاجات زي كده، حضرتك المستشاره لما عمل المؤتمر اعلن عن اسم، يعني هو ما اعلنش عن اسم. طب ده تمويل، هو طبعا ده حقه،
يعني مش هنقول ما ده شغله وده حقه، هو بيدير ادارته للنادي بطريقته. ولكن سمعنا ان في مدرب قبل ميتشو تم التعاقد معاه، النهارده يقول لك تم التعاقد مع ميتشو، ميتشو نفسه طلع تصريحات قال لا لم اتعاقد حتى الان. هو ما قالش انا ليه كل اللخبطه وليه كل الهاله؟ كابتن احمد ميتشو نفسه طلع قال انا ما جيتش مصر اتعاقدت، قال انا طالع على كذا، رايح صربيا، رايح اشوف والدتي. المستشار قال احنا متكلمين مع الراجل ومفيش اي مشاكل، الراجل ده هيجي مصر ان شاء الله على يوم الحد يخلص ان شاء الله، الحد اللي هو بقى غدا ان شاء الله، اللي هو اللي كان المفروض الحد. فطبعا والدته تعبانه، فانت يعني حط يعني نفسك بطراحه لظروف شخصيه، لظروف شخصيه للمدير الفني. لكن هو ان شاء الله كل التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك في اختيار مدير فني بحجم نادي الزمالك وبحجم الصفقات اللي يعني بصراحه لا يعني حاجه لا اروع زي ما بيقولوا في الرياضه. لعيبه يعني اذا كان بن شرقي، شيكابالا، ونجم، لعيبه كتير جدا. اللعيبه دي عايزه مدير فني عنده سي في قوي. المدير الفني برونو ميتشو، انا عارف ان انت حضرتك يا كابتن اسامه معاك السيره الذاتيه للكابتن ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك. الراجل درب ده، عنده كابتن احمد عنده سي في كويس في افريقيا، الراجل درب في اثيوبيا والسودان وتنزانيا واوغندا. أيوه. عمل طفره في الكوره هناك، عمل فعلا. وبعدين الراجل ده طريقة لعبه كشكل شجرة كريسماس. أيوه. 4-2-3-1 أو 4-3-2-1، يعني هو بيقلبها حسب حالة الخصم اللي قدام منه. هو بقول لك كل مباراة بفكر يعني على حسب معين. الفريق المنافس. وفوق كل ده شخصيته كمان القوية. وبيدرس الفريق المنافس كويس، شخصيته قوية، بيعرف يتعامل مع النجم اللي بيبقى معاه في الفرقة. تمام. مش مجرد ان انا اللعيبة عندي مثلا 30 لعيب في القايمة. أيوة. كلهم شبه بعض، لا. أيوة. بيبقى التعامل مع الناس كل واحد على قد نجوميته في الفرقة. كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله في اختيار المدير الفني الجديد. بس انا كابتن انا بس كان في حاجات انا يعني عن ماتش الزمالك انا محضرها، حاجات ديت انا شفتها امبارح. اتفضل يا كابتن، معاك كل الوقت. الحاجات ديت انا شفت امبارح في الملعب حاجات جديده، ناس كانت انت احنا كلنا بنفتكر بن شرقي مركزه فين في الملعب، او جاي الزمالك هيلعب فين؟ يلعب في الحته اللي هي رقم 10، كان المفروض هو محطوط على الاطراف سواء يمين او شمال، اللي هو مكان كهربا او مكان شيكابالا. انت شايف ان هو يعوض غياب كهربا في الزمالك؟ هو الراجل اثبت امبارح برغم ان هو بربع حمولته الفنيه. والراجل جايب 3 اهداف، وامبارح كتلميذه اللي انا شفتها فيه. المباراه دي يا كابتن اسامه انتعاش الجبهه اليمين، يعني تحس ان حمدي النجاز فينك يا شيكابالا لسان حاله، يعني انت كنت فين يا شيكابالا من زمان؟ حمدي النجاز طلع بعد الماتش كابتن قال انا يعني كنت ولا في الاحلام، انا ما شفتش واحد لعب معايا على الخط. انا بقول لك لسان حاله امتعني بالشكل ده، لسان حاله انت فين يا شيكابالا من زمان، تحس ان كان مفوق الجبهه اليمين دي بطريقه. بس هل دي لضعف المنافس يا كابتن اسامه؟ مش ضعف المنافس، امبارح كان في خشونه من لعيبه الصومال. ايوه امبارح كان في خشونه. أيوه. يعني انت حتى لو انت كمستوى مهاري انت ضعيف، بس عندك حته الرجوله وحته الضرب وحته اللي مش عارف. هو انت عارف ميزه اللعب الافريقي كده برضه يعني. بس كان في كوره كابتن امبارح انت اتفرجت على جمل في الملعب. بصراحه برغم ان اللعيبه انا على فكره انا معجب جدا باداء الكابتن طارق يحيى الاول. ما هو ده انا كنت لسه جاي لحضرتك فيه. انا يمكن انا نزلت بوست امبارح على صفحتي. قلت الراجل دوت كتر خيره، استحمل اهانات من الجمهور وان هم قالوا ان هو راجل انت جاي تمسك اسبوع تمسك. لا ما هو جماعه احنا في اسبوع ضاع من الزمالك دوري. تمام مظبوط. لما مسك كابتن خالد جلال. أيوة. في الاسبوع ده انت خسرت من اتعادلت مع الجونه وخسرت من الاهلي. عارف في ايه يا كابتن اسامه؟ بيجي الجمهور يقول لك ايه مثلا؟ هو الكابتن طارق يحيى هيمسك اسبوع. تمام. طب ما لو الكابتن طارق يحيى كمل هيجوا هيلوموا على الاداره، انت ازاي بتجيب مدرب مصري، انت ازاي بتجيب مجاملات، لا احنا عايزين نادي الزمالك يبقى مدرب يبقى اجنبي. يعني برضو في تضارب هنا في الاقوال، انت عايز مدرب مصري ولا عايز مدرب اجنبي؟ طب وبعدين انت بتلوم ليه على الاداره ان هي جايبه الكابتن طارق يحيى اسبوع؟ ما انت اللي بتطالب الاداره ان هي تجيب مدرب اجنبي. ف
فحاجات غريبه بتحصل في مصر يعني. كابتن في واحد بس اللي بيسوق. اه هو واحد بس اللي بيسوق. تمام. مستشار مرتضى منصور. تمام. وهو رئيس النادي. تمام. يقول معلش يعني الزمالك كان الفتره اللي من 2005 لغايه 2015 يعني معلش كان بسبب مشاكل الاداره ومشاكل كل يوم في المحاكم وممدوح عباس يقول ومش عارف العتال يعمل والكلام ده في الاخر ايه النادي هو اللي بيقع. طب انت الرجل. عندك فكره بالنسبه طبعا في فتح باب الترشيح للعضويه في نادي الزمالك، عندك فكره عن اسماء المترشحه؟ هو كان في انا سمعت ان احمد مرتضى منصور امير ولا احمد؟ احمد ونقيب ونقيب الممثلين اشرف اشرف زكي زكي. وفي حد ثالث؟ لا بس هم دول اللي لسه لحد دلوقتي متقدمين اوراقهم للترشيح لعضويه نادي الزمالك. تمام. وعندنا طبعا امبارح ماتش الزمالك كابتن معلش انا بروح وبرجع انت للزمالك مركز مع نادي الزمالك. لا 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 انا ان انا محضر الصراحيه ومديك كل الوقت قول لي الخلاصه لان المباراه 7-0. انا شايف انا مش بتكلم عن نتيجه. أيوه. انا كلامي كله مش في النتيجه. أيوه. انا بتكلم في حاجات انا شفتها امبارح في الملعب. ما تقول عليها يا كابتن اسامه. ما هي انت عندك امبارح يا كابتن كام لعيب لعب امبارح في الماتش؟ كام لعيب من اللعيبه الجديده اللي هم لسه جايين بال11 صفقه؟ عندك حارس المرمى عواد، عندك عبد الشافي، عبد الشافي، شيكابالا، اشرف بن شرقي، الشرقي، مصطفى محمد في شوط تاني. انا بنتكلم عن اللعب في الماتش عامه. ماشي. مصطفى محمد، بامبو، كريم بامبو. تمام. المجموعه دي كلها طبيعي ان مفيش تجانس وما لعبوش مع بعض قبل كده. تمام. مظبوط. تمام. فنزولهم امبارح ان انت بتعمل نتيجه بالشكل ده برغم ان انت عندك اكتر من 6-7 لعيبه من الاساسيين ما بيلعبوش منهم ابراهيم حسن. طيب عايز وجهه نظر يا كابتن اسامه. انا لو جبت فرقه في مراكز الشباب هنا عندنا في الدرجه الرابعه بتلعب في ديكاداها والفريق اللي هو اطلع بره يكسبوه هكسبهم بس يا كابتن مفيش تجانس. ايه اللي النقطه اللي بتكلم فيها التجانس بس. طب ما انا عندي الاهلي ما هو لعب مع الفرقه بتاعه فريق ضعيف برضه. اطلع بره ما هو فريق ضعيف برضه. ما كسبش ليه الاهلي بسكور 4-0 مش سكور يعني 4 ما هي دي زي دي. ماشي. والفرقتين الاثنين بس احنا اللي بنتكلم احنا مش بنتكلم في اهلي وزمالك. الف مبروك لنادي الاهلي والف مبروك لنادي الزمالك تخطيهم للدور التمهيدي في بطوله الامم دوري الابطال. ان شاء الله كل التوفيق ان احنا يبقى عندنا ناديين في بطوله الامم وان شاء الله كل التوفيق للفريقين ان شاء الله باذن الله. لمدينه السحر والجمال مدينه الاسكندريه وزعيم الصغر ونادي سموحه. وانا عارف بقى ان انت لاعب قديم في سموحه كابتن اسامه. سموحه يعلن التعاقد مع محمد كوفي رسميا. اعلن نادي سموحه عن التعاقد مع البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك والمصري الاسبق رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. نشوف تعليقك ايه يا كابتن اسامة عن تعاقدات نادي سموحة وانت طبعا اتكلمنا عن نادي سموحة باستفاضة يعني. هو كابتن بالنسبة لمحمد كوفي طبعا ابن من ابناء حسام وابراهيم. من ايام كانوا معاه في المصري. المصري وفي الزمالك. في الزمالك. وهم اللي جايبين برضو. تمام. فهم عارفينه كويس قوي. هم بيحبوا اداء محمد كوفي يعني مقتنعين بالراجل ده. بيعوض يعني عليهم. في اي مكان هم بيروحوا فيه دايما محمد كوفي معاهم. مظبوط كده بالظبط. هو 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 حابين ان هو يكون معاهم فالناس كلمته وتعاقدت معاه وخلصوا. في لعيب تاني برضو الطرهوني مدافع الايسر. باك ليفت برضو ده ليبي. سموحه برضو. سموحه. خلص. وغير ان انت عندك برضو اسلام الفار لاعب الاهلي السابق. وانا كويس جدا. كنانة كنت مع حضرتك في حلقه قبل كده اهوت. فاكر. وبلغتك وقلت لك اسلام الفار خلصوه. خلاص تم التعاقد يعني. وفي لعيب تاني اسمه محمود عبد الحليم حليمه اللي هو اللي قلت لحضرتك عليه ده برضو. تمام. بس هم عندهم كان في محمود السيد اللي كان ديفندر في نص الملعب كان بيلعب في سموحه. كان بيلعب في سموحه. كان في سموحه. جدد عقده. لا ده مشى السنه دي. مشى من النادي ما كملش هو. تمام. خلص صفقته الموسم ده ما جددش ما اتفقوش مع بعض يعني هو ومجلس الاداره والكلام ده فهو مشى ما كملش. غير عندنا طبعا العمر صلاح. عمر صلاح حارس مرمى نادي الزمالك ده برضو موجود دلوقتي. وخلص مع الزمالك وعامل معاهم شغل كويس برضو بيتدرب بجديه اليومين دول.
عندك كمان الهاني سليمان برضو متواجد معاهم. الهاني سليمان تم التعاقد معه، هو جايب صفقات كتير لسموحه السنة. وفي لعيبه افارقه برضو بس لسه تحت الاختبار كده شغالين كده، ربنا يسهل. مين اللي بيختار الافارقه النادي سموحه؟ والله انا هقول لك على حاجه، هو يعني اي حاجه دلوقتي حسام وابراهيم هم رئيس جمهوريه الكره في سموحه دلوقتي، هم اللي بيختاروا اللعيبه، هم اللي يعني يقولوا لمجلس الاداره احنا عاوزين اللاعب فلاني يتم التعاقد معاه على حسب رغبه الجهاز الفني. الجهاز الفني حسام وكابتن لان هو اللي هيدير المركب، ما ينفعش ان وده فكر في الرياضه كويس. يعني انا النهارده لما ابقى مدير فني وهتيجي تحاسبني اخر الموسم خلاص انا اللي اختار لعيبتي، لانك انت اللي هتيجي تحاسبني. مظبوط كده، تمام تمام. فده الطبيعي ان انت راجل انت اللي هتدير المركب، فالطبيعي يكون عندك. بمناسبه طبعا عشان احنا في يعني في مدينه السحر والجمال وبنتكلم عن نادي سموحه، لو في خبر لنادي الاتحاد نتكلم فيه برضو. يعني عندك حاجه بالنسبه لزعيم الصغر وسيد البلد؟ يعني نادي الاتحاد السنه دي عامل صفقات كويسه جدا، ويمكن هو برضو خلص في لعيب من النادي الاهلي، الكابتن هشام محمد مدافع الاهلي، ديفندر النادي الاهلي. مظبوط. ده بتعليمات من الكابتن طلعت يوسف. هو طلعت يوسف عينه كويسه، كابتن طلعت من المدربين الكويسين جدا، كان خلي بالك على فكره في مصر طبعا، مش في اسكندريه بس، في اسكندريه طبعا، في مصر كلها، في مصر طبعا. فهو عينه كويسه، طلب من مجلس الاداره طبعا. هم خلصوا الاربع لعيبه بتوع الزمالك، عماد السيد، اسلام جمال، احمد رفعت، سيسي. عماد السيد واحمد رفعت الحارس، واحمد رفعت وسيسي واسلام جمال، وسيسي واسلام جمال، وضيف عليهم بقى هشام محمد مدافع النادي الاهلي. جايبين احمد حجاج من سوهاج، من سوهاج ده ده درجه ثانيه، لعيب كان بيلعب في سوهاج، لعيب كويس برضو، جايبينه الموسم ده. لا بيلعب وسط ملعب، وسط ملعب، وسط ملعب. على فكره لو انت لاحظت يا كابتن اسامه، وانت اكيد يعني ادرى مننا، سيدي البلد زي ما بيلقب عندكم في اسكندريه نادي الاتحاد السكندري، له شعبيه كبيره جدا في اسكندريه، بس عندهم مشكله. يعني ليه دايما الجمهور مختلف مع الاداره، بيختلف مع الجهاز الفني؟ ليه دايما الجمهور ما يعني ما بيصبرش على الفرقه؟ ليه دايما النقد شغال طول الموسم؟ يعني هم لسه الموسم ما بداش وفي برضه مشاكل وتسمع قصص. يعني طب ليه نادي الاتحاد مع ان المفروض هو مكانته اعلى من كده؟ احنا كنا نفتكر زمان اهلي زمالك اتحاد. مظبوط. طب نادي الاتحاد فين من الكلام ده؟ وهل ده هل تدخل الجمهور في شغل الاداره او في شغل الجهاز الفني او مهاجمتهم للعيبه بيأثر على اداء نادي الاتحاد في الدوري؟ لا هما لسه الموسم ما بداش عشان خاطر الجمهور يهاجم اللعيبه او يهاجم الاداره دلوقتي. لا لا لا، الناس على فكره جمهور الاتحاد محب للنادي، عاشق للاتحاد، وعلاقتهم الجمهور علاقتهم بمحمد مصلحي بيعشقوا حاجه اسمها كابتن محمد مصلحي. فمفيش، طب فين الازمه بقى؟ مفيش مشاكل في اي حاجه، لانك انت حتى ما بداتش موسم عشان خاطر نقول له انت خسرت ان انت عملت، لا مفيش الكلام ده. ايوه، كل التوفيق لنادي الاتحاد السكندري، زعيم الصغر وسيد البلد، وان شاء الله نشوف موسم وعلى اروع، كل الفرق بتدعم، كل الفرق بتطور من نفسها. نروح لنادي الاسماعيلي اللي هبط. يعني شفت انت مثلا الفرقه كده اللي بتختفي، يعني عندنا فرق هنا في مصر زي الاولمبي، زي السكه الحديد، خلاص انا غزل المحله، بلديه المحله. نادي الاسماعيلي قدم أسوأ موسم في حياته الموسم اللي فات. يعني هم عندهم حتى النادي هناك بيخاطب السفاره المصريه بانهاء تصريح العمل للاعب همام طارق. يعني انت شايف همام طارق ده اضافه للنادي الاسماعيلي؟ لعيب بيقولوا عليه ان هو لعيب ميسي العراق، ميسي العراق، يعني ده نشوفه ان شاء الله اضافه للنادي الاسماعيلي. لعيب مهاري، لعيب كويس، يعني هيفرق مع نادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه. ايوه، والنادي الاسماعيلي برضو يعني هقول لحضرتك على حاجه، عامل برضو اليومين دول صفقات كويسه، ان هو جايب مدبولي. يا ريت احنا نتمنى، هو جاب مدبولي الزمالك، جايب مدبولي من الزمالك، وجايب لعيبه من افريقيا، وجايب لعيب العراقي دوت، وفي لعيبه. يعني هنشوف نادي الاسماعيلي الموسم ده ان شاء الله بشكل مختلف كما عودنا. يا ريت طبعا، برازيل نادي مصر، نادي الاسماعيلي يعني ده قطب من اقطاب الكوره في مصر، ده برازيل الكوره في مصر، يعني دي الكوره الحلوه بقى اللي انت بتستمتع بيها. اذا كان محله، اذا كان مصري، اذا كان اتحاد، كل دول اضلاع للكوره في مصر هنا، فلازم الطبيعي يكون في مكانتهم الطبيعيه. مش ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاسماعيلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نروح عندنا خبر برضو عن النادي الاهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيطالب الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بانهاء فتنه مستقبل الاهلي
طبعا فتنة دي كلمة كبيرة، ولكن انت عارف ان الكابتن احمد حمدي لاعب مميز جدا وعامل صداع لمجلس الادارة، نجدد ولا نعيره ولا نبيعه؟ فانت شايف مستوى احمد حمدي يعني يستدعي ان الكابتن محمود الخطيب تاخد منك ينهي سرعة اجراءات قيد الكابتن احمد حمدي؟ تاخد مني؟ اتفضل. لعيب كويس سنه صغير والاهلي ما فيهوش دلوقتي حاليا، انت شفت النهارده الماتش الملعب عامل ازاي؟ ما هو الاهلي النهارده راح جاب مجدي قفشه وعنده اثنين، يعني انا شايف ان هم ما يقولوش عنه حاجه، كابتن ناصر ماهر وكابتن احمد حمدي. طب ما ناصر ماهر انت دلوقتي مشيته على اعتاب نادي سموحه. ايوه خلاص، بس رايح اعاره. مظبوط، رايح اعاره. المشكله بقى في كابتن احمد حمدي هو الاهلي برضه بيفكر في حاجه، طب انا لو بعت احمد حمدي ما ممكن يروح لنادي منافس. لا هو مش بيع، هما بص كابتن سياسه النادي الاهلي من الموسم اللي فات ان انا اللعيبه بتاعتي اللي انا مش محتاجها كلها بتطلع بتروح نادي معين. ماشي، يبقى عندي الكابتن الخطيب يعني بيطالب الكابتن سيد عبد الحفيظ انه يقعد معاه ويبقي على اللاعب في النادي الاهلي، مش عايز يمشيه. وهو لعيب كويس، انا لسه بقول لحضرتك، هي قلت لك ان هو لازم يكون متواجد في الملعب. تمام، والله لو لعب صدقني هيفرق مع الاهلي كتير. اه طبعا لعيب كويس وامكانياته عاليه جدا. بتتكلم في لعيب سنه صغير، سنه صغير لعيب وعنده ثقه في نفسه وعنده باور وعنده ثقه في نفسه. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن اسامه، لو تفتكر لو رجع بنا الزمن ورا، فاكر كابتن مارتن يول كان بيعتمد عليه اعتماد كلي وجزئي ولعب لعب في الفتره بتاعته لسه صغير 18 سنه لعب وكان مؤدي اداء كويس جدا، يعني كان بيفرق لدرجه انه كان بيلعب اساسي. أيوة. مش مجرد اساسي مع كابتن مارتن يول. نروح برضو عندنا خبر مهم جدا، انا عارف ان اخبارنا كتير يعني عذرا تحملونا، يعني الزمالك وانبي يختاران اتحاد الكرة بإقامة مبارياتهم باستاد بتروسبورت. هو انت بعد رفض إدارة استاد القاهرة خلاص، استاد القاهرة قال لك في أربع شهور صيانة. احنا دلوقتي طب اللعيبة هتلعب فين؟ انت عندك بطولة الدوري الممتاز، عندك ماتشات الكاس الفترة اللي جاية. أيوة. عندك بطولة افريقيا، طب احنا هتبقى فيها صعوبة طبعا. احنا مش عارفين الاهلي هيلعب فين، يعني الزمالك هيروح بتروسبورت، طب والاهلي؟ الاهلي كان اخد ملعب السلام على ما اعتقد، السكة الحديد اعتقد، بس مش عارف بقى وصلوا لحد ايه. عندنا خبر برضو النهاردة، الفيفا يرسل لجان تفتيش دورية على اتحاد الكورة لحين اجراء انتخابات في 2020. ايه رايك في عجاله كده بالنسبه لاتحاد الكوره والانتخابات القادمه؟ اتحاد الكوره والله يا اظن عايز حلقات كتير قوي نتكلم فيها. لحد النهارده ازاي انا عندي دوري هيبدا كمان اسبوع، عندي كاس شغال، عندي بطوله لا افريقيا. لا ده كاس ايه؟ ده كاس ايه يا كابتن؟ ده كاس من الموسم السابق ومن السنه اللي فاتت. يعني طب فين الناس اللي انا معلش يعني انا اسف، فين الناس اللي هتدير الكوره في مصر؟ والله العظيم يا كابتن اسامه ده نادينا بيه كتير، وقلنا يا جماعه قبل بطوله الامم كنا خلصنا الدوري والكاس. والله لو كانت قبل بطوله كاس الامم دوت على اساس انت اعادك الفتره دي كلها. المشكله يا كابتن اسامه ده اللي وقع الدوري. عارف المشكله في ايه يا كابتن اسامه؟ الايدي المرتعشه لاصحاب القرار. انا لو النهارده قاعد على الكرسي، ومين هم اصحاب القرار؟ انت عارف يا كابتن اسامه، ما تغلطناش يا كابتن اسامه، مين هم اصحاب القرار؟ احنا في برنامج الكره والجماهير بنتكلم لصالح الرياضه المصريه، مش عاوزين ندخل في حته مين صاحب القرار ومين مش صاحب القرار. للاسف اصحاب القرار انا الوم اللي قاعد على الكرسي اللي بيدير. لا يا كابتن اسامه، انا الوم اللي قاعد على الكرسي بيدير. لازم تكون قرارك قوي، قرارك من دماغك لصالح المكان ولصالح الرياضه طب المصريه. طب اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. ليه الكابتن اسامه خليل ما يمسكش رئيس اتحاد الكوره؟ بلاش الكابتن اسامه خليل، عارف ليه؟ ليه ما يمسكش الكابتن طاهر ابو زيد الاهلاوي المحترم؟ هقول لحضرتك على حاجه، انت قلت اسمين حاجه جميله جدا في الرياضه المصريه انا بعشقهم بصراحه. انا بقول لك بقى بحكم قربي من ناس كتير جدا في الوسط الرياضي، احنا عندنا قامات تدير الاتحاد ويوصلوا الرياضه المصريه لاعلى المستويات، ولكن الازمه فين يا كابتن؟ المصالح الشخصيه او المكاسب الشخصيه لبعض الافراد. انا بره الكواليس كده ليا كلمه مشهوره بقول العصابه. طب هتصدقني ليه بقول العصابه يا كابتن اسامه؟ هتصدقني لو اقول لك على حاجه؟ اتفضل. الناس اللي مشت من اتحاد الكوره، ايوه، اللي كانوا
عاملين فساد في اتحاد الكرة. أيوة. لحد النهاردة بيديروا اتحاد الكرة. انت قطعت كلامي يا كابتن أسامة، عارف ليه؟ لحد النهاردة بيديروا هم اللي بيحطوا رئيس لجنة الحكام، هم اللي بيحطوا. انت ما صبرتش عليا يا نجم. بص يا كابتن أسامة، انا قلت لك مكاسب شخصية او مصالح شخصية، وبره الكواليس بنقول في عصابة بتدير الرياضة المصرية. عارف العصابة اللي انت بقى بتتكلم عليها دي؟ اه فعلا فيها مجموعة واحد ومجموعة اتنين ومجموعة تلاتة. مجموعة واحد دي تصدرت المشهد وكانت شغالة وقدمت استقالات، بس هم اللي لسه بيديروا، هم اللي لسه بيديروا من رجالتهم في المناطق. انت لو جيت بص، لو لاحظت على مناطق الكورة في مصر كلها مين اللي بيعينهم؟ لا معلش يا كابتن، ده في بجاحة. لا 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 يا كابتن، لا لا عشان ما نتوهش من بعض، بس ركز معايا يا كابتن. اما نيجي نتكلم في اتحاد الكورة بيدير الرياضة المصرية، المناطق في مصر اللي باين لها دي على كراسي، ما هو مين اللي بيعينهم؟ الاتحاد. الاتحاد. هو انا ينفع انت حضرتك منطقه ايه يا كابتن اسامه؟ اسكندريه. ما تقدرش تدخل المنطقه. انا في منطقه كفر الشيخ، مش هقدر ادخل المنطقه. مين اللي بيدخلني ويدخلك ويدخل غيرنا؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره. طب الاتحاد ده استقال، شوف بقى شوف بقى، يعني بص حاجات ما بتحصلش اللي عندنا في مصر. الاتحاد استقال، طب ما المناطق الرجاله اللي تم تعيينهم من خلال الناس دي لسه موجوده في اماكنهم، لسه موجودين. طب ما هم اللي بيديروا. بص الموضوع في اتحاد الكوره يحتاج كلام كتير وشرح كتير، وان شاء الله يعني نتمنى في الانتخابات القادمه ان ربنا يهدينا الجمعيه العموميه وتختار الاصلح دون النظر للمصالح الشخصيه والمكاسب الشخصيه للرياضه المصريه. ممكن افتح مع حضرتك موضوع بس كده كابتن بعد اذنك؟ اتفضل يا كابتن. طبعا كلها، بس يا ريت يعني ايه ما تقطعنيش، سيبني براحتي كده عشان الموضوع ده بالذات يعني انا عايز اتكلم فيه. انت عارف، طب قبل يعني بيكلموني دلوقتي احنا لسه معانا يجي 10 اخبار وفاضل خلاص الوقت 3 4 دقايق، ففي عقبال عشان نقدر ننجز. بس موضوع لعيب الباسكت بتاع نادي سبورتنج. سبورتنج؟ نادي سبورتنج السكندري. اه. في لاعب باسكت الزمالك متكلم عليه والاهلي متكلم عليه. تمام. الاهلي عارض 3 قروش. ماشي. والزمالك عارض 10 قروش. يعني الزمالك عارض مبلغ اكبر من الاهلي. اكبر من الاهلي. لنادي سبورتنج. تمام كده؟ تمام. رئيس النادي فين؟ نادي سبورتنج. اه. رئيس النادي في الحج. بيحج. في الحج. طب حج مبرور، مفيش مشكلة. فما ينفعش تطلع استغنى بدون توقيع رئيس النادي. ماشي، ما في ما ينوب عنه يا كابتن اسامة. ما حدش مضى. مين هو بقى اللي ناب؟ اه. الحاج عامر حسين. يعني أناب. يعني الكابتن عامر حسين عمل مضى مكان رئيس النادي؟ بتمضي لو انت هتمضي، لو هل انت دي معلومات يا كابتن اسامه؟ لا لا لا، بص يا كابتن اسامه، يعني كابتن عشان أحمد. تبقى مصادر موثوقه ونتكلم في حاجه كابتن صح. كابتن احمد، انت لما إيه بتمضي كابتن هتمضي على الاستغناء. انا بقول لحضرتك اهو، كابتن عامر حسين مشرف عام على الكوره في نادي سبورتنج. انت عشان تمضي، انت بتتكلم على الاول استغنى. عشان نحدد بس كلامنا، انت بتتكلم في كوره الباسكت اللي هي السله. مضى ليه بقى؟ ما ده اللي بنساله فيه. بس ايه جاب عامر حسين في الباسكت؟ ما هو ده اللي احنا بنسال فيه. ما ده انا فتحت الموضوع ليه حضرتك؟ وبعدين لما تمضي كعامر حسين طيب امضي ازاي؟ انا ما عنديش معلومات كافيه يا كابتن اسامه. نبحث حضرتك في الموضوع حضرتك ده. حضرتك جايبني في الموضوع ده. حضرتك جايبني منين؟ من اسكندريه صح؟ طبعا. انا بكلمك في اسكندريه. طب فين الاوراق؟ فين المستند؟ هو المستند انا هطلع انا اللي اقول لك المستند معايا؟ طيب لا، احنا عاوزين اما نتكلم في البرنامج لما يا كابتن اسامه. لما امضي يا كابتن احمد، كابتن احمد لما امضي حضرتك بتقول ما ينوب عنه، يبقى الامضه بتاعتي بانابه مين؟ رئيس النادي، امين الصندوق، عضو مجلس أنا. اداره. اسمي إيه؟ انا اللي بمضي دلوقتي، انا نائب عن حضرتك. طب هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه. انت بتقول مثلا في حد مضى مكانه، مكان رئيس النادي لانه في الحج. طب ما رئيس النادي دلوقتي عمل شكوى للنائب العام وبيتحقق فيها. بايه بقى؟ ان الامضه مش بتاعتي. تمام. يعني هو اللاعب هيبقى في سبورتنج. مظبوط، هو خلاص راح الاهلي. لو ما خدش استغنى من سبورتنج هيروح سبورتنج. طلعت الاستغنى حضرتك يا فندم. طلعت منين؟ الاستغنى طلعت من نادي سبورتنج بالامضه بتاعه الحاج عامر. الاستغنى طلعت واحنا هنطلع مش لفاصل بقى. احنا كده وقتنا انتهى يا كابتن اسامه، وشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. وان شاء الله في حلقات جديده كابتن اسامه معاه كل ما هو جديد عن مش كره القدم بس، حتى دخلنا في كره السله. لا طلع اسكندراني اتكلم في اي حاجه. اسكندراني يا جدعان. شكرا لحضراتكم، اطلنا عليكم، ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم
يوم السبت الساعة 12 منتصف الليل برنامج الكورة والجماهير مع أحمد سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.